Ben. Yeah.
شاعر الوطن جمع الأبويس السويدي بإلقاء قصيدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث بعلة الأزمان، وقبل الحديث بعلة الإنسان، ثنتين قسناهن على أرض الواقع ويبنى الدليل اللي على البرهان، وأنا محاسب عند ربي عنها، وأنا المساءل عند راعي الشان. يا رب سخر لي مفالي خصبة برض القفر ما رادها الرعيان، وأنك تثبت لي عقول وده وما ظل منها حط لنا شان. عليك يا رحمن عاقد نية ما خاف كل على الرحمن، أما بعد هذه وهذه وهذه الوقت كاشف والعقل ميزان، وعن تايهين الذهن حصلناها عشان ما يلقولها بيبان. ناس تشدق على المنابر فينا، قولوا لهم كل شدق فيها لسان، والرجل ليه هو رجل يوزن نفسه من قبل لا ينحط له ميزان. والرجل ليه هو رجل يوزن نفسه من قبل لا ينحط له ميزان. الناس تحسب للعدو العاقل ولا السفيه أقصاه للسفهان، وندرى بعض الخشوم لا تسترعف ضرب الخشم لا تهمل الأعيان، ولا نستحي من الحق يوم نقوله والحق ما يظهر منه زعلان. يا كم مدحنا الذيب وتفاخرنا لكن ما نمن معاه الظان، يا كم مدحنا الذيب وتفاخرنا لكن ما نمن معاه الظان. وقول للمحزم نهار الشدة اللي نحيده محزم مليان، عين الجراد الحمر عين اليراد الحمر في خضرانا عن لا تحراها عليك أمزان. والله ثم والله لو تخاذلنا يا عزومهم تتخيل الخذلان، كل ما قطعنا سيح يا نوادي وكل ما قفلنا شان يظهر شان، ومخطط العدوان ما يتعبنا اللي تعبنا ويح فيه الوان. فالمنطقة يظهر نعيم الملمس، وإذا توادعنا ظهر ثعبان، وانشبت النيران دور مدحة ويذوب غيره لاهب بالنيران. وانشبت النيران دور مدحة ويذوب غيره لاهب النيران. يا بالمجوسي لين عقب الدوره اصحوا ترى بيت الخليج يهان، نسند قلوبه يا بالمجوسي لين عقب الدوره اصحوا ترى بيت الخليج يهان، نسند قلوبه ميلا عمدانه، أو لولا بلادي طاحت العمدان نبغي نخبيها ولا تتخبى. نسرد طلوبه ميلا عمدانه، أو لولا بلادي طاحت العمدان نبغي نخبيها ولا تتخبى. والناس شافوا مدفق الوديان، عواصف الأزمان بيد الخالق الله مسير دورة الأزمان، والهادي
شهدوا ليتاكل اللقمة من العميان الأول يغافل عنها لك الله واليوم يغافل لك الشيطان نتحراها ونبين الخالي من المليان ولي ما تناسب وضعنا نلغيها والرجل له دولة ولها أزمان وحد من أدنى الدون تندس ريله وانطاح قالوا ما عليك أمان ويوم اعذروا الحصان قالوا قبوه لكن قبوه ما تعيد حصان أشكالها وأفعالها ونعرف أبور أمه وأبور أمان بعض العقد بالضرس فككناها عشان ما توصل على النيبان وإن وصلت النيبان لا تلومنا رد الخبر والعلم في الميدان ولنت خطر ولنت خطر الأسرار راس الخارم يظهر أحيانا عريب في العربان ولنت خطر يا اسرار راس الخارم يظهر احيانا عريب في العربان نحن حربنا ايران لاجل بلادك وانت تحاربنا عشان ايران لاجل بلادك وانت تحاربنا عشان ايران ادخون في من ساق دم لا بارك الله فيك يا الخوان ما تبي أدخل فيه من ساق دم عياله لا بارك الله فيك يا الخوان ما تدري أن الموت نسل فعاله أن شكل أن غبر أن حمر أمزان قالوا ابن زايد الذي شعلها شباناً وكيل إيديهم لينزع الأرواح من الأبدان ولقبة دروب الخطوط الحمراء تداقلوا فوق الخطر شبان جيش نحاربه أو جيش عده بين السعودية بلدان فيها ننتصر بالحكمة
المملكة مصفوطة لا شك لا ريبة ولا بهتان. بيوت الله والنبي وأصحابه ومن فوقهم عرش الله الرحمن. والله بذرى سلمان والله بذرى سلمان ومن بيته ومليار مسلم بقبر سلمان. والله بذرى سلمان أمن بيته ومليار مسلم في رقبة سلمان. ومحمد العود الإمام القادم حديث ثابت. ومحمد العود الإمام القادم حديث ثابت في كتب الأزمان. ما صوعت راسه وراس جدوده قوات عثمان ونسل عثمان. ما صوعت راسه وراس جدوده قوات عثمان ونسل عثمان. والراس يلي وقف ود بلاده يعلى يحول من على لمدان. ولزمة صدور العدا نرهيها شوحات ناشينا على النقصان. نكسر ثلاث دول نكسر ثلاث دول في دولة واحدة والقاعدة ومخطط الأخوان. ومن غير المداهن وغير الخاين جمنا نصرعهم بدون إحسان. نكسر ثلاث دول في دولة واحدة والقاعدة ومخطط الأخوان. ومن غير المداهن وغير الخاين قمنا نصرعهم بدون إحسان. يا مشيا الرحمة يا مشيا الرحمة فراس الظالم ما نرغب لها ليش كتل أوطان. وندري وندري ورانا جران حايز فاتل يلي تناوش من ورانا جران. نحنا شعوب وقوف عند الحاكم لو أن متنا بالحمل مالان. نحنا شعوب وقوف عند الحاكم لو أن متنا بالحمل مالان. لكن قوم تعاونوا ما ذلوا لو متعاون باقي العنوان. لكن قوم تعاونوا ما ذلوا لو متعاون باقي العنوان. نحن الذي نعطي وطننا حقه يا لين له ناخل عوان وزان. مجلود احباله وهي مبتله اذا انفتل حبل الزمان. ولانا واولى بمن يفدى الوطن حب دومه ولو ما انفدى ما تم لين الان. ويا موطني يا موطني يفداك كل مواطن ومن قبل الوطن على الهيان. يا موطني يفداك كل مواطن ومن قبل المواطن على الهيان. نتبع خطى شيبان وقت الماضي يوم الرمك ساطر على العنان. هذا نحن راية تسلم راية في الأرض قوة والسماء الميزان. من يوم زايد بن خليفة الأول لين وصلت زايد ابن سلطان. ولي قبت الخطوط الحمراء تزاحم وفوق الخطر شبان. شاعر الوطن جمعة الغويس السويدي. انتباهكم بأن احتفالنا سيتضمن عروضا نارية وضوئية ومؤثرات صوتية عالية. الآن فحان وقت بدء العرض. والآن لنرحب بالمايسترو نيكولاس دوت والمايسترو علي الأمير.
like an orchestra. The orchestra. See? Okay. Ah, okay.
الكريم ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان. وسر إن كان بالنظر أو باللمس. Thank you.
عندما تولى سمو الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، كانت المنطقة في ذلك الوقت تواجه من مشكلات، ومن هذه الأمور إعلان بريطانيا عن رغبتها بالانسحاب من منطقة الخليج. الشيخ زايد يهتم بثلاث أمور. الأمر الأول إنشاء اتحاد لسد الفراغ. فأول خطوة التقى الشيخ زايد بأخي الشيخ راشد بن زايد في منطقة السميح، واتفق في ذاك الحين على إقامة اتحاد بين إمارتيهما. وجه الشيخ زايد والشيخ راشد دعوة الله إلى حكام الإمارات، وانتخبوا في هذا الاجتماع الشيخ زايد كرئيس مؤقت، وشكل اللجان التي درست موضوع الدستور وموضوع العلم وموضوع توحيد العملة. عام 1971 ولأول مرة